How are you doing؟ النهارده هتكلم معاكو عن الفور سيزونز او السيزون اللي هي الفصول الاربعه. يعني اولا الفصول الاربعه دي احنا كنا حافظينها كده زمان واحنا صغيرين كده، كنا يعني متلقينها صح، يعني اللي هو سمر وينتر اوتم سبرينج. طبعا انا لما كبرت اكتشفت طبعا انه الموضوع ده كان غلط تماما خالص، مش صح. فانا هنطقها لكم النهارده بقى نطق حتى كمان مش موجود في الدكشنري، حتى لو انت عملت عليها سيرتش في الدكشنري مش هتلاقيها خالص. اول فصل عندي هو وعلى فكره قبل ما ابدا برضه هي اسمها سيزون مش سيزون، اسمها سيزون لانه الاو ان لما تكون قلنا الكلمه الكبيره بنختصر الاو دايما، فما بتتنطقش، ما اقدرش اقول سيزون خالص، رونج طبعا. ودي اتكلمنا عنها برضو قبل كده في سلسله اصوات الحروف، فانت كانها مش موجوده خالص فاسمها سيزون. فاول بقى عندي فصل من فصول السيزون يعني هتكلم عنها النهارده هي مش سمر مش الصيف، عشان ده مش اسم سمر بنت، هي اسمها سمر سمر سمر. وحاول انك تعلق الار، يعني تخلي لسانك متعلق ما يخبطش في الحلق فوق، ما تقولش سمر عشان ما يطلعش معاك سمر، هي اسمها سمر سمر سمر، ده فصل الصيف. طيب امال الشتاء اسمه، لا اما اقول عليه وينتر وينتر وبرده هعلق الار، لا اما هقول عليه وينر وينر وينر، لان التي لما بيبقى قبلها حرف الان يعني دايما التي لا تنطق في الامريكان اكسنت، والنطق ده مش هتلاقوه خالص في القواميس، موجود في الافلام على فكره، يعني اللي متابع افلام بالانجلش كتير هيسمع انه الشتاء اسمها وينر وينر مش وينتر، وممكن يعني ضعيف برضو بيقول عليها وينتر، هي مش غلط طبعا، بس انا بقول لك انه النطق ده انت مش هتلاقيه في الديكشنري. فلا اما اسمها وينتر وتعلق الار، لا اما اسمها وينر لانه الان لما بيكون بعديها دي احنا قلنا لا تنطق، حتى برضو في كلمه انترناشونال اسمها انترناشونال انترناشونال، لو انت طبعا عايز تكون مور امريكان تقول عليها انترناشونال. فالان تي على طول انت بتاكل التي خالص وبتنطق الوردز عادي خالص. فالشتاء يعني وينر وينر او وينتر. طيب بالنسبه بقى للخريف اسمه ايه؟ اسمه لا اما اوتم اوتم مش اوتم مش 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 بالكسره، اسمها اوتم اوتم، لا اما اسمها اورم اورم. ليه بقى؟ لانه التي بتوين تو فاولز، فلما دايما التي تكون بتوين تو فاولز التي بتتنطق ار ار، وده برضو موجود كتير جدا في الافلام الاجنبيه ومش موجود في القواميس، مش هتلاقوها طبعا في القواميس. وبرضو زي مثلا كلمه ميه يعني تتقال عليها لا اما وورر وورر او وذر وذر، لا اما دي خفيفه قوي لا اما بالار، لا اما التي بتتشال وتحط مكانها ار. فهي لا اما اسمها اوتم لا اما اسمها اورم، از يو لايك بقى انت تختار النطق اللي انت عايزه، المهم ان انت تنطق صح. في بقى عندي الربيع، الربيع ما اسموش سبرينج خالص، هو اسمه سبرينج سبرين سبرين، وخلي بالنا من البي طبعا لان هي مش سبرينج خالص، مش البي اللي هي من تحت اللي هي بتطلع هنا فايبريشن، لا ده هي اسمها سبرين سبرين اللي هي بتطلع هواء. والار متعلقه برضو ما بتخبطش الار في الحلق فتقول سبرين سبرين. وليه بقى ما قلتش سبرينج؟ لانه في قواعد في الانجليش طبعا ثابته ولازم ان احنا نلتزم بيها، انه حرف الجي لا ينطق وخصوصا لما يكون في اخر الورد. يعني فور اكزامبل انا ما ينفعش مثلا اقول هي از ريدنج او شي از بلاينج، ما ينفعش طبعا، او مثلا هي از سليبنج، ما ينفعش، دايما كل الجي علق الجي، يعني مثلا هي از سليبن شي از بلاين هي از ريدن، بلاش ال هي از بلاينج وسليبنج وريدنج والكلام ده خالص طبعا لانه ده غلط في قواعد الانجليش، مش صح خالص. وبرده لو انت بتسمع اغاني كتير بالانجليش او بتتفرج على افلام كتير بالانجليش هتلاحظ اللي انا بقوله لك ده، فهي اسمها سبرين سبرين. اوكي هقولهم تاني، سمر 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 يعني الصيف، وينر
winter أو winter. winter يعني الشتاء. autumn أو autumn. autumn أو autumn ده فصل الخريف. وآخر فصل عندي هو فصل الربيع اللي هو اسمه spring. spring. أتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للي مش مشترك. أشوفكم الفيديو الجاي مع معلومة جديدة. وباي باي.